مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة الكل كان متتبع يوم أمس الحكم اللي صدرت المحكمة الابتدائية بن سليمان في الموضوع الشهير لعدد كبير من المغاربة كيتبعوه، موضوع كنزة. لتنور الرأي العام أكثر في الموضوع، الزوج ديال المشغلة سنتين، المشغلة 3 سنوات فيما يخص التعويض، التعويض فيما يخص الزوج 6 ديال المليون والزوجة 9 المليون. هذا هو الحكم. حاولنا ما أمكن أننا نشوف الرأي ديال الأستاذ النعيمي محامي بهيئة الدار البيضاء دفاع كنزة، أعطانا تصور ديالو كيفاش كيشوف الملف، وهو من الطبيعي جدا أنه لا زالت مراحل التقاضي مستمرة، غيمشيو المرحلة ديال الاستئناف. مشاهدينا الكرام، اللي لفت الانتباه ديالنا هو مجرد من يصدر الحكم طريقة باش خرجات كنزة، مشات للسيارة ومن ثم غادرات. أسباب ومسببات الواقعة غادي نشوف مع الأمور. وأخيرا أول خروج الكنزة بعد الحكم، كيف شفتي الأمور؟ السلام عليكم. الصراحة يعني الحكم ديال البارح كنت يعني من مدة شحال هادي من نهار بدا هادشي كنت كان يعني نتسنى في هذا الحكم. مهم البارح يعني ما فاش الحكم عليهم القاضي همشي بنت يعني كذابه قدام يعني المغاربه اللي يعني واقفين معايا وكيساندوني، وتا يعني متهمين ما خرجش برا هادشي اللي كنت بغيت يعني هذيك الهضره اللي كنت كنقول يعني طلعت كلها صحيحه الحمد لله. ومهم طلعت الحمد لله كما شافوا الجميع يعني اللي كانوا في الجلسه ولا اللي شافوا سمعوا المحامي ديالي شنو قال، يعني بيحكموا عليهم بسنتين الراجل والمرا حكمنا 3 سنوات. المهم انا دابا الحمد لله يعني بان حقي، المهم بان حقي يعني الحمد لله بان لي حقي. ويعني حالتي داكشي داروا ليا ماشي ساهل هاد الناس، يعني حالتي كلها ولات يعني وليت كل ندقدقا كل ما صار صي ظهري، وباقي ليا يعني ولات العملية على يدي اللي باقا عندي الحديد الداخل ونتو باقا ما عرفتش متى نحيدو. دابا يعني دابا شهرين تقريبا باش درتو وعندي عاوتاني العملية ديال النيف باقا تابعاني. المهم عن المصحة اللي كنت متبع مع صحة لونشون مع الدكتور رشيد، المهم الصحة ديالي يعني ضاعت، يعني الناس ضيعوا لي صحتي وتا فاش كنت عندهم يعني تاع عندهم كسبة شهور كامل كنت بحالة في الحبس، يعني من نهار دخلت عندهم مبقيتش خرج بالمرة بحالة كنت في شي حبس فهمتي. يعني قولي بحال شي حبس يعني 7 شهور بحالة محتاجين ما كنخرج ما كان وما كيقولك راه كتخرج راه داكشي. يعني غير في الشهر الأول يعني قلت عاوتاني عند الضابطة القضائية في النهار الاول فاش خرجت قلت لهم راه الشهر الاول كنخرج، ولكن بعد ما بقيتش كنخرج من نهار وقع لي داكشي مع بو محمد فاش خرجت قلت لي عاوني وعاوني داكشي وساعدني. المهم هادشي المهم الحاله ديالي يعني الدورات كثر وانا مهم زعما، وتا المغاربه فاش كانوا كيقول لي يعني ديري التنازل فهمتي، كنقول لي فاش جاو دوك الناس طلبوا التنازل خوتي المغاربه كانوا يعني قالوا لي دير التنازل، وانا داكشي اللي قلت لهم يعني قلت لهم التنازل ما كاينش ما غيكون يعني 400 مليون ديال خوتي المغاربه اللي واقفين معايا ما يمكنش نخيب الظن ديالهم فيهم، واقفين معايا وساعدوني ماديا ومعنويا ما نقدرش نشل زعما حتى اللحظه ونخسر بهم، يعني واقفين معايا ومعاونيني ما نقدرش نخسر بهم ولا زعما نطيح القيمة ديال المولى. المهم بالي حقي يعني ما صلاتش طاش كدابه قدام المغاربه خوتي اللي فهمتي كاين اللي شكك راه فهمتي راه ضربه شي واحد راه ضربه ما عرفت شي واحد كانت كتعرفوش صاحبه. انا بغيت غير دابا داك فهمتي داك الدفاع ديالها فهمتي اللي قالوا راه يعني شي واحد هو اللي ضربها شي فهمتي، بغيت انا عارفه يعني يجيبوا لي هاد السيد اللي ضربني فهمتي هاد السيد اللي كنت كنعرفو اللي كنخرج معاه ولا اصلا التليفون ما كانش عندي، يعني من نهار ديك خليك الدار يعني ما كان عندي لا تليفون ولا حتى شي حاجه، يعني حتى الخروج كاع ما كنتش كنخرج غير الشهر الاول اللي كنت كنخرج. وكان كيقول لك ما عرفتش شكون هذا فهمتي ايوا. المهم الله لا يسمح لي، انا اصلا ما نسمحش لي واخا خداو العقاب اللي واخا انا ما رضيتش لك العقاب، ولكن المهم قاضي يعني قاضي عارف القضاء عارف الخدمه ديالو، انا ما ندخلش في خدمه القضاء. حتى المحامي ديالي ملي هضرته ما عجبوش داك الحكم يعني هو عارف مصلحتي ما نقدرش هو فهمتي هو عارف القضاء وعارف داك الشيء، يعني هو عنده تجربه اكثر مني في القضاء يعني هو عارف لي مصلحتي عارف مصلحتي في الكينه، يقدر يكون عنده الحق ويقدر يعني ما ندير حتى شي حاجه هكا. انا غادي نذكر معاك هو البارح ملي كانت المرافعه ديال السيد وكيل الملك وكنتي كتبكي انت. انا كنشكر السيد وكيل الملك بزاف البارح دافع عليا وواحد المسكه كيهضر بني نزل لي دموعي بلا ما نحس، يعني ديك الهضره حتى حسيت بها دخلت لمساتني في قلبي الداخل، يعني حسيت بها راه زعما دافع عليا من قلبه، يعني كنشكر جواب بزاف حيت دافع عليا قدامي يعني كلشي يعني القاعه اللي كانت عامره يعني دافع عليا وقال لك هاد البنت يعني راه كل ما دق دقا ما يكونش كذاب ولا انت جايه من الباديه ما كانش كذاب ولا يعني ما كاينش واحد غادي يجي هكا ويكذب ويقول لك راه ضربوني راه داروا لي انت ما
يمكنش يكذب شي واحد على راسه، وانا وليت فالخ دابا كامله، دابا ما يقدرش شي واحد زعما كيتزوج بيا ولا شي حاجه يعني، فهمتي يعني صحتي ضاعت، شكون هذا اللي غادي فهمتي غادي يجي غايقول لك فهمتي هاد البنت يعني نقدر نتزوج بها، فهمتي صحتي ضاعت عاوتاني تا فاش طعني الشرف ديالي يقدر شي واحد يشكي فيها فهمتي يقول لك هاد البنت راه فهمتي راه فهمتي يقدر يقول لك فهمتي مبقاش بنت ولا شي حاجه، تشرف من الشرف فهمتي داكشي اللي بقى فيا هاد الكلمه بزاف اللي الدفاع ديال المتهمين، الكلمه بزاف اللي جرحتني وقلقتني اكثر حاجه، ما قدرتش الاخر نقدر ندوزو نقدرش بحال نغمض عيني ما سمعتوش، ولكن هادي شي حاجه اللي ما حتى واحد يقدر يتقبلها. المغاربة قلتي لي 40 مليون، و40 مليون راه كلها كتقول الشرف من الشرف، متبكيش بالعكس الكلام الفضفاض يعتبر كلام فضفاض لا يستدل على أجل وقائع، كلام واهي والحقيقة يعلمها المغاربة، وحنا يمكن قلنا هاد الكلمة سمعتيها بزاف في الفيديوهات، وكنعاود نكررها المرة الثالثة ولا الرابعة، كنز أشرف من الشرف، أحب من أحب كلاما كاري، بالعكس ما تبكيش. قلتي لي واحد حسيت بواحد المعنويات في الأول عندك، عجبني الحال طريقة التحليل، قلتي لي أنا ما خنتش العهد اللي درت مع المغاربة طلبوا مني ما نديرش التنازل ما درتوش، هذا كلامك وحقك، و40 مليون كلها كتشهد النزاهة ديال الكنزة، وكيعرفوا الأخلاق ديالك كبرت في القرية، أول فرصة عمل جاتك هي مع هادو خدمتي معاهم. ما خصش يعلمك هادشي ولا لا؟ بصراحة علمني بزاف، واخا خوتي مبغاو يوقفين معايا، ولكن هذاك الهضرة فاش سمعتها المحامي ديالها تاني بكيت بحال هكا، ما عرفتش دوين تا ابطا فاش قال المحامي يعني الدفاع ديالهم فاش قال ديك الهضرة، عاوتاني واخا كنت جالسة قدام القاضي عاوتاني هبطوا لي يدهم، حسيت فهمتي شي حاجة بحال هكا صعيبة بزاف الواحد يتهمك خاطر أي حاجة، ولكن شي حاجة بحال هكا راه صعيبة بزاف تقبلها، ما تقبلتهاش منهم، ولكن يعني بغيت هذا اللي فهمتي كنعرفو ولا كنت كنعرفو يجيبوه، يعني عندهم شي دليل كيعرفو شي واحد يجيبوه، يعني يقدروا يجيبوه علاش ما جابوش، شحال مره كيقولوا يعني قالوا شحال مره فهمتي يعني يخرجني التقرير ديال الطب الشرعي بلي ما عندي حتى شي حاجه فهمتي، يعني ما عرفتش بنادم داك الدفاع ديالهم كيفاش، كل مره كيبقى يقول لك الهضره كيبقى يعاود فيها كيكرر فيها كل جلسه، وياك الدفاع ديالك حتى يجاوب عليك وقال هذا الشرف وهذا الكلام ديال الشرف ديال الكنزه على من نحسبوه، وقال بانه حتى هو غادي يقدر يدير الاجراءات القانونيه في الموضوع، تواصل معك الاستاذ نعيمي في هادشي. قال الاستاذ نعيمي فرحني فاش قال لك زعما فهمتي راه التقرير الطبي خرج فهمتي وما عندي يعني والو، يعني البنت يعني ما يعني مازال فهمتي بالشرف ديالها ومعمره ما كانت حامله ولا شي حاجه، ولكن المهم فرحت ملي سمعت المحامي ديالي داك الشيء، حتى يعني الاستاذ نعيمي كنشكر بزاف يدافع عليا حتى هو بواحد الحرقه بحال شي وحده من عائلته ولا بحال شي اختو، دابا كنشكر بزاف يعني دافع عليا البارح. الله يسترك يا ربي، انا باقي ان شاء الله مقبل على العمليه، وباقي ان شاء الله مراحل ديال التطبيب، وباقي دوك السنينات والتفاعل ان شاء الله، وباقي مراحل التقاضي، الله يسترك يا ربي. مشاهدينا الكرام، كلام واضح، طريقه الشرح ديال الكنزه والترتيب ديال الافكار والطريقه اللي باش بدات، قالت لي انا يكفيني انه كاين الادانه، يعني كلام ديالي كان على صح، والدعم في هذا الملف والقوة من الشهود اللي شهدوا بشهادة ديال الحق، هذا جانب مهم، ولكن من الطبيعي أنه في اللحظة اللي بدات كتبكي مسكينة في بعض الكلام اللي كلام الوالدة، سمعتي بنيتك وحضرتي للحكم، قولي لي من حق شان قولي. السلام عليكم بعدا، والحمد لله ملي بنتي خاضت حقها المسؤولين وقفوا معاها والقضاء واقفين على داك الخدمه ديالهم، خدموها مزيان داك الشيء اللي كنا ننتظره وماشي هو هذاك، ولكن الحمد لله ملي بان حقها وماشي داك الشيء كذبتو اللي قالوا، كل شيء اللي قالته صحيح حتى حاجه ما هي كذوب، قال بنت خارجه من عندهم مضروبه مناكرين ما بغاوش كاع يقولوا يتقبلوا هذيك الحقيقه، وجا ملي خرج دخلت عندهم هذيك مده 7 شهور، راه الشهر الاول راه قالتها راه ديما كتقولها، قلت المره الاولى الجندر اللي مشينا عندهم قالت لي مرا الشهر الاول كنت كنخرج، ملي وليت كانت تضرب ولا باين فيها الضرب الزروقه جات تحت عينيها، وداك ولات الخرجه ديالها ما بقاتش كتخرج ولا مقاله خطا، خرجت معاهم راه كيخرجوا معاهم ما خرجوش ما كيخليوهاش تخرج كاع،
والناس كيقولوا كاع اللي جات على فمو كيقولوا هو بنادم الله يسمح ليه، ما تشي اللي نقول ليه اللي قال شي حاجه في غلط في حق الله يسمح ليه، تشي اللي نقول ليه وقرا ما سامحش. انا كنقول الله يسمح ليه وقرا قالت ما نسمحش اللي قال في شي هضره خايبه واللي قال الهضره اللي ما كايناش. ودازت قدام الطبيب ودازت على قدام كل شيء، الطبيب شافها قال لك الشرف ديالها ما حتى حاجه ما من داكشي اللي قالوه ما كاين، ولا ان الله ياخذ فيهم الحق. هادشي اللي نقول لي مولدي الله ياخذ فيهم الحق. الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام، واحد النقطه مهمه ما غاديش نمرها مرور كرام، ولكن ما يهمنا هو تنور الراي العام. سمعوا السؤال اللي غنسولها كنزه. ذكرتي معايا نهار اللي ساليتي من مصحه لونش مباشره، كاعتقد في 7 ديال الصباح، من تما فين؟ طب الشرعي. صحيح. المده اللي دوزتي في الطب الشرعي ماش دخلتي عنده؟ دخلت تقريبا في الصباح، ما ديك خرجت ديك 9 هكا خرج من المشروع تاقل 10 كنا تما. وماش وماش خرجتو من تما في الطب الشرعي؟ الطب الشرعي تعطلنا بزاف حتى فهمتي، بقاو كيدير شي تحاليل فهمتي. انا طلبت من ديك التحليله ديال باش وانت باش خرجت الطب الشرعي العناري فهمتي، ماني مازال الشرف ديالي. انا طلبت من ديك الطبيب، انا اللي طلبت من داك الشيء حيت قلت لها زعما الدوره الشهريه وتاخر عليا فهمتي. انا متاكده من راسي ولكن انا بغيت زعما تما ياكدوا داك الشيء يعني القاضي فهمتي، يعطي داك الشيء المحامي ديالي ويوري القاضي نهار شكون الجلسه وداك الشيء يعني. لا نعود معك السؤال، انا هادشي اللي قلتيه هو مفيد وغنجاوب عليه. انا سولتك على التوقيت، قلتي لي دخلنا مع 9 د 10، انت علاش بقيتو تما؟ بصراحة ما عقلتش نتا بقينا حتى علاش بقينا بصراحة. بقيتو حتى العشية فتو 12 وحدة جوج ثلاثة تقريبا حتى شي 4 هكاك ولا 4:30 فاش خرج. شحال ديال الأطباء اللي قلبوك انت تما في الطب الشرعي؟ تقريبا جوج طبيبات وواحد طبيب كان معاهم ثلاثة. شحال مرة مشيتي للطب الشرعي؟ صراحه بزاف المرات يعني، مشيت للمره فاش اول مره خرجت من الطبيب وشعت من هضروا ليا راديو على الدات ديالي كامله تقريبا 3 مرات اللي مشيت. وكانوا رجال الدارك تيجيو لتما كيتبعوا معكم؟ جاوا مره واحده فاش داونا معاهم باش عطيتهم الافاده ديالي ديال البوزنيقه، فاش داوني معاهم ركبت معاهم في السياره ديالهم داوني معاهم حتى البوزنيقه فاش واش ديك الساعه داك النهار فاش عيطوا لي متهمين باش يجيو تما يديروا الاقوال ديالهم. ولكن المرأة ما جاش، جا غير الراجل هو اللي جا قال لها راه مريضة ما عرفتش كانت عيانة داكشي، جا غير الراجل توا عطى الإفادة ديالو. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا غادي ننطلق من فين بدي في الأخير في السؤال اللي سولتها. طب الشرعي الطريقة اللي اشتغلوا بها في كنزة بقرار وأمر من السيد وكيل الملك اللي تيبين الحقيقة في الموضوع، أطباء والتخصصات سواء ديال العظام وديال الأنف والحنجرة والكسور، وكذلك أطباء تقنيين فيما يخص اللي كيشوفوا الكسور اللي عندها والمدة الزمنية وأمور أخرى، هادشي كله وصل المحكمة. علاش بغينا نسول على هاد السؤال؟ أنه طب الشرعي حسن في القرار ديال كنزة، والطب الشرعي اللي تنور الرأي العام أكثر في الموضوع أعلى مستوى في التطبيب في المغرب هو الطب الشرعي المدون، وكيحيلوا الطب الشرعي ديال الدار البيضاء بزاف د الاعتبارات. هذا جانب. فيما يخص المسألة اللي تكلمات أنه هي في بين قوسين عادة الشرعية اللي تأخرت، لا ننسى أنه في الظرفية والمرض اللي عندها والادويه اللي كتاكل من الطبيعي جدا انه تقدر تغير عندها امور، هادشي طبيا معروف وسمعنا عن الناس عند اطباء وبزاف المعايير. شنو هو اللي غادي يحسم من بعد التحليل في الموضوع؟ هو القرار ديال من ديال الاطباء. ونعاود نقولها لكم، واشرف من الشرف احب من احب كلاما كريه، المساله ما فيهاش نقاش، يبقى ما يشاع وما يتم التداول فيه موضوع النقاش. البينة على من يدعي، لما ندعي أن هناك شخص في الملف، وكان السيد وكيل الملك حكيم في السؤال ديالو وفي التحليل ديالو، شد السؤال عطى عليه الجواب، لماذا لم تتقدم الطرف الثاني بشكاية في الموضوع؟ نيتي بيا الحقيقة، وتبان كما كنقولوا الموازين ديال هذا الملف توضح أكثر، ولكن كنزة من البادية للخدمة، الشهود أكدوا الكلام ديالها. القضاء حسم القرار ديالو في المرحلة الابتدائية، المشغلة والزوج ديالها مشغلة مدانة والزوج ديالها مدان بعقوبة سجنية، الأمر لا يناقش.
يبقى المراحل الأخرى مراحل التقاضي اللي كانت فيها تطورات حنا نرى إشارة. حتى لا ننسى أن الأستاذ النعيمي مجموعة من الخطوات كان تكلم لينا فيهم في مكالمة هاتفية كانت بينه وبينه، أنه نظرا لضيق الوقت وبزاف ديال الأمور أنه باقي مراحل أخرى، الشواهد الطبية اللي عندهم الطب الشرعي غادي يكونوا شواهد أخرى، يعني غادي يكون عندها فحص آخر. وكذلك أستاذ نعيمي متتبع بزاف ديال التخصصات اللي كيهتموا كنزة من بينهم الطب النفسي، اللي غادير التقرير ديالها حول الوضع ديال الكنزة كيديرو غيدلي به القضاء. يعني مرحلة الاستئناف مرحلة جد مهمة في هذا الملف. هذا جانب. يبقى الجانب الثاني الرسالة بين كنزة والمغاربة. قلت لك وضعوا فيا الثقة، الكل تألم عاش القصة ديالي، ما خنتهمش في التنازل، حيت المغاربة اللي قالوا لي هذا كلام كنزة، احترمت طلب المغاربة. ما يهمها كنزة أنه في اللحظات الأولى واللحظات الصعبة إذا صح التعبير اللي كانت الدنيا دايره بيها ما عرفاش المآل ديالها وعامل الخوف والهلع وا 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 ما كتعرفش كيفاش غتسير هي الدنيا، يد الله مع الجماعه. وانا نقولها بالدارجه المغربيه كنزة ميسرة. بروفيسور رشيد كان عندنا مع اتصال من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه في الموضوع، هو على مستوى الاذن انتفاخ اللي كاين والدم اللي كاين في الاذن اللي كيبان، طلبنا منه حاجة دار بزاف الله يقبل أجره في الدنيا وفي الآخرة. من هنا بدأ المسار. الشكر الجزيل لجل إعلاميين ذكورا وإناث اللي ساعدوا كنزة باش توصل صوتها، الشكر الجزيل للقانون، الشكر الجزيل سيد وكيل الملك اللي خد الملف بحمل الجد وبحد دقيق، والختم ديالو ختم رائع مرافعة تبقى في التاريخ. هذا هو واقع الحال، كتبقى مرحلة استئناف لنا الثقة في القضاء اللي غيكون عنده الملف للبحث أكثر حول حيثية القضية. هذا جانب. مشاهدينا الكرام حتى لا أطيل عليكم، نحن على تتبع الجانب الإنساني ونحن على تتبع الوضع الصحي ديال الكنزة، سواء على مستوى مقبل على عملية في الأنف وليس بالأمر الهين حسب التصريح والتحليل والتشخيص اللي كيتكلم به الأستاذ أو البروفيسور رشيد، ثم الطب النفسي، ثم كدير الترويد. ويبقى الجانب الأخير إلا وفقنا رب العالمين أنه كيفاش يصوبوا لها سنيناتها ونشوفوها في حلة جديدة. الجانب التأثيرات النفسية اللي على كنزة، وهذا هو دور الطبيبة أعتقد ساكنة العلاوي أنه تهتم بكنزة بعد الكلام الخادش وكلام اللي ضايلة كنحشم. مشاهدينا الكرام أرجوكم سوف أضع رقم الهاتف مرة أخرى ديال كنزة للتواصل معها. كنزة عطت نموذج من المغربيات اللي كسرت طابوهات معاناة مغربيات فيما يخص بعض الوقائع، لا نعمم ليس الكل ولكن هناك من يعاني. كنزة عطت بأنه عندك فين تسلك الباب للقانون والدفع على نفسك، ودورنا نقل الخبر بصدق وأمانة. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.